عراقيا، بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اجتماعات مع الكتل السياسية وصفت بجس النبض لبحث إمكانية مشاركتها في الحكومة الجديدة. وكشفت مصادر أن الكتل اتفقت على منح علاوي الحرية الكاملة باختيار الوزراء وعدم التدخل في اختياراته. وأضاف المصدر أن هناك استثناء للوزراء الناجحين في حكومة عادل عبد المهدي من التغيير الوزاري المرتقب. على كل حال، عبر الهاتف من بغداد ينضم إلينا سيد نزار السمرائي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. سيد نزار، أرحب بك. أهلا وسهلا. نعم، إذا دعني أبدأ معك بتعليقك على ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل علاوي، تفضل. بالحقيقة عملية تشكيل الحكومة العراقية الآن لا تختلف عن العمليات التي جرت تشكيل الحكومات السابقة، وهي عملية التفاوض مع الكتل، لأن الحكومات العراقية تمتاز بصيغة قد تكون مشابهة لتشكيل حكومة في لبنان، أي أن هناك توزيع الوزارات على الكتل والأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان العراقي، وهذا يضع العملية في مشكلة معقدة. على رئيس الوزراء أن يتعامل وياها بحذر ولين حتى يصل إلى تحقيق توافق معين يمكنه من تمرير التشكيلة الحكومية في البرلمان. نعم. المعلومات المتوفرة الآن أنه الاجتماعات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع الكتل السياسية، عدد من الكتل لا تزال ترغب بأن يكون لها ممثلين في الحكومة، وعرضت أسماء على رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، ولكنه رفضها بداعي أنها هناك مؤشرات عليها أو أن الشارع العراقي اللي يمثله حاليا المتظاهرين. نعم، إذا سمحت لي في هذه النقطة سيد نزار، أعتذر. نعم. عن المقاطعة. فيما يتعلق بالكتل السياسية تحديدا، عن أي كتل سياسية؟ نعم. نتحدث يعني ربما السيد محمد علاوي عندما يعني أصبح في هذا المنصب رئيس وزراء العراق قال للشعب العراقي أنه عندما يفرض علي أي أسماء من الكتل السياسية سأتي إليكم لأخذ رأيكم وستتقدم بالاستقالة. هذا ما قاله السيد محمد علاوي. يعني في هذه النقطة تحديدا، إن كان حتى هذه اللحظة يتم تمرير بعض الأسماء من قبل الكتل السياسية إلى محمد توفيق علاوي، يعني عن أي كتل سياسية نتحدث سيد نزار؟ حتى نكون واقعيين جدا، الحكومة لا يمكن أن تمرر في البرلمان إذا لم يكن هناك موافقة عليها من الكتل السياسية. بشكل آخر، سواء كانوا المرشحين مستقلين أو ممثلين عن الأحزاب، فهم يجب أن يحظون بموافقة الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان. الآن الحكومة بشكل عام لكتلة سائرون، الكتلة أحد الكتلتين الكبيرتين في البرلمان وتمثل التيار الصدري، هي الداعمة بشكل أساسي لترشيح محمد علاوي. نعم، ولكن بالتأكيد هناك كتل عليها اعتراض من الشعب العراقي. نعم، سيد نزار. نعم نعم، الاعتراض هو ليس على كتل محددة. الشعب العراقي أو المتظاهرين الموجودين الآن في الساحات لا يحددون كتلة معينة ليعترضوا عليها، وإنما اعتراضهم على أن يكونوا الوزراء من المستقلين، من التكنوقراط، من الأسماء التي لا غبار عليها، من الأسماء التي لم تؤشر عليها مؤشرات فساد في المراحل الماضية. هذا هو مطلب الجماهير. نعم. لم يحددوا كتلة بعينها، ولكن ذلك ربما يأخذنا إلى سؤال آخر، وهو ما جاء في ما قاله رئيس الوزراء العراقي محمد توفيق علاوي أن هناك استثناء للوزراء الناجحين في حكومة عادل عبد المهدي. نعم، الأيام الماضية شهدت يعني بعض المطالبات بإبقاء، وحتى مطالبات جماهيرية أو مطالبات العاملين في بعض العاملين بالوزارات. يعني هناك عندنا مثلا وزير الثقافة الحالي عبد الأمير وزير الناجح، وعلاقته بالوسط الثقافي والوسط الفني في العراق جدا جيدة. هناك مطالبات قوية بأن عبد الأمير الحمداني يبقى على رأس وزارة الثقافة في الوقت الحاضر أو في التشكيلة الحكومية الحاضرة المقبلة، لا سيما وأنه أبدأ يعني خطوات عملية نالت استحسان ورضا التيار المثقف أو المثقفين داخل العراق. ايضا هناك بعض المطالبات بالابقاء على وزير الرياضه، رغم انه هذا موضوع جدلي، يعني هناك من يعترض وهناك من يقبل،
وتبقى المسألة مناطة بموافقة الكتلة السياسية والسيد محمد. محمد علاوي وعد بأنه سيشكل حكومة بعيدة عن نظام المحافظة التي جرى في الحكومات السابقة، ولكن السؤال المطروح هل يستطيع ذلك؟ إذا لم يفعل هذا هل يستطيع تمرير التشكيلة الحكومية في البرلمان؟ بالتأكيد من الصعب أن الجدل أو نعم، ولكن هذا السؤال تحديدا يأخذنا إلى سؤال آخر سيد نزار، وهو الاحتجاجات الموجودة الآن في الشوارع العراقية بعد تولي محمد توفيق علاوي، وهذه يعني الاحتجاجات ربما تظهر للجميع أنها تأتي اعتراضا في الأساس على محمد توفيق علاوي، لأنه حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل أي حكومة أخرى يتم الاعتراض عليها. بالضبط بالضبط، هو مثل ما حضرتك قلتي ان الاعتراضات على محمد علاوي نفسه، ولكن لم يقدم المعترضون اسماء اخرى، جميع الاسماء هي حسب الراي المرجعي لقد انه ما شخصيه غير جدليه، ولكن هل توجد شخصيه غير جدليه الان في العراق مستعده تولي قياده الحكومه في مثل هذه الظروف المضطربه؟ هل هنالك شخصية مستقلة فعلا بإمكانها أن تعبر بالعراق هذه المرحلة الخطيرة؟ المتظاهرون الآن هدفهم أن لا يأتي شخص من الأحزاب. إذا نجح محمد علاوي في تشكيل حكومة متوازنة من المستقلين من الأسماء التي تتقارب مع آراء المتظاهرين، من الممكن أن تنقلب موازنة التظاهرات. لا سيما الآن التظاهرات في الشارع انقسمت إلى شطرين، شطر يقوده التيار الصدري وهو تيار واسع جماهيريا، وهذا أعطى موافقته على علاوي أن يشكل الحكومة، والشخص الجماهير الشبابية وأغلبيتهم من الليبراليين والمستقلين وطلبة الجامعات الذين يريدون شخصية مستقلة. من الصعب أن التوازن بين الطرفين، ولكن انا باعتقادي انه علاوي اذا نجح في الاتي باسماء للوزارات باسماء مستقله باسماء اكاديميه باسماء من التكنوقراط غير مرتبطه بالاحزاب، من الممكن ان تنقلب المعادله لصالحه. نعم، ولكن هل هذا وارد سيد نزار أن يكون هناك تشكيل لحكومة جديدة يعني لا تحتوي على أسماء تفرض من الكتل السياسية؟ حتى نكون أكثر صراحة، يعني العراق هي عبارة عن كتل سياسية سيد من نزار. من الصعوبة الجزم بذلك، بعض الكتل مثل دولة القانون وهي أيضا كتلة لها ثقلها اللي رئيس وزراء السابق المالكي، قالت ان نحن لا شان لنا بالحكومه ولن ندخل في تشكيلتها. ايضا هناك الكتل الاخرى مثل الكتله السنيه قالوا نحن نعطي موافقه، ولكن المعلومات انه اعطوا اسماء 100 شخصيه الى علاوي وقالوا له اختار انت منها. تبقى المساله المعادله الان، الاكراد في هذه الموازنه حسب المعلومات ان الاكراد الان يصرون على ان يتولوا حقيبه الخارجيه، وهذا امر رفضه علاوي. نعم، تبقى السنه او السياسيين الكتل السنيه والاكراد غير مستعدين للتنازل عما يعتبروه حقا لهم في عدد من الوزارات، وهذا هو مصير كل المحافظة. الكتل السياسيه سيد نزار يعني الكتل السياسية الكبرى الآن اللي هي برأيي أنه هي تشكل الحكومة واللي لها الثقل العام اللي في تشكيل الحكومة ستكون كتلتي سائرون والفدح. هم اللي شكلوا الحكومة السابقة وهم لهم التأثير الكبير على تشكيل هذه الحكومة. تبقى المسألة مدى استعداد الكتل السياسية، مدى استعداد الأحزاب بأن يعطوا صلاحية إلى علاوي. المعلن حاليا عبر الإعلام بأنه نمنح علاوي الصلاحية في تشكيل حكومة، ولكن ما يجري في الغرف المغلقة، ما يجري في قاعات الاجتماعات السرية يبدو أن الأمر عكس ذلك. غير ذلك كل كتلة متمسكة بأن تأخذ حصتها، وكل كتلة، وهذا يعقد الأمور. وأعتقد أنه علاوي قبل أن يكلف رسميا بتولي الوزارة طلب من المتظاهرين البقاء في الساحات، وهذا يحاول الآن أن يستغل أو يستخدم هذه التظاهرات وهذه
حراك الشبابي للضغط على الكتل السياسية في أن تمنحه حرية اختيار تشكيلة الحكومة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف سيد نزار السمرائي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل عودة لاستكمال هذه التغطية.